السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر برعاية وزارة التربية والتعليم. سنتناول اليوم موضوعا شيقا، هيا نبدأ سريعا يا شباب باستعراض الآتي. أمامك صورة يا شباب، انظر إلى الصورة وتوقع موضوع الدرس. ماذا نجد من الصورة؟ طبعا يا شباب احنا يمكن بنذكر حبايبنا اللي موجودين معانا اليوم، طبيعي تم دراسة الأدب في العصر الجاهلي ثم عصر صدر الإسلام ثم العصر الأموي، تمام؟ فدلوقتي يا شباب طبيعي كده كده تم دراسة الأدب في العصر الأموي بشكل عام ثم التطبيق عليه بالشعر والنثر. طبعا نجد الصورة يا شباب طبعا هي معبرة عن التعاون، وطبعا بنشوف كده ان كل واحد لو بدأ بنفسه هيتغير كل شيء، وطبعا البدء بالنفس مهم جدا يا شباب، تمام؟ هنا صورة شايفينها في تعاون، في ان كل انسان بيعتمد على نفسه ثم مساعدة الغير. ننتقل بعد ذلك الى التمهيد يا شباب. طبيعي كده بنذكر حبايبنا ان كثر شعر الحكمة عند العرب وعنوا به عناية فائقة حتى أنه ليتناثر في أشعارهم على اختلاف موضوعاتهم. طبعا شباب هذكر كده الشباب الحكمة، حد يتذكر كده يا شباب الحكمة؟ إيه الحكمة وتعريف الحكمة والكلام ده؟ طبعا الحكمة شباب هي تعبير عن خلاصة تجربة أو درس أو مواقف تعلمها الإنسان في حياته وتتسم بالجمال في الصيام. هدف الحكمة شباب هو توجيه سلوك الإنسان إلى الخير، ده الحكمة يا شباب. فهذا اللون من الشعر بيدل على ذكاء قائله وحسن تفكيره وعمق خبرته بالحياة وتجاربها. والنص التالي ينتمي إليه، حيث يشتمل على مجموعة من النصائح والحكم لكل زمان ومكان. سريعا كده شباب بنبتدي طبعا أهم حاجة بالنواتج التعلم المستهدفة وهي مهمة جدا. أول حاجة قلنا يا شباب بيستنتج الفكر الرئيسة والفرعية فيما يستمع إليه. يعني يا شباب أذكر تاني، بمعنى عندما تستمع إلى النص وتقرأه قراءة جيدة عليك أن تحدد من خلال استماعك أو قراءتك الهدف وتحديد الفكر في النص، سواء كانت فكر فرعية أو فكر رئيسة، وهذا ما سنتناوله بعد قليل. الناتج الآخر يا شباب وهو أن يحدد مواطن الجمال فيما يستمع إليه. مواطن الجمال يا شباب أذكر إحنا عندنا علوم للبلاغة علوم ثلاثة، العلم الأول هو علم البيان، ويا ريت يا شباب يبقى معانا ورقة وقلم ونكتب كل الكلام اللي إحنا بنسمعه. يعني أهم حاجة مواطن الجمال عند علم البيان بينقسم إلى حضرتك أو يشتمل على التشبيه والاستعارة بنوعيها كناية والكناية وكذلك المجاز، وكذلك المحسن البديعي أو اللون الثاني علم البديع بينقسم قلنا لمحسنات لفظية ومعنوية، وكذلك عندي علم المعاني. ننتقل لناتج آخر يا شباب هو التعرف طبعا على سمات الأدب، لكن هو هنا طبعا العصر الأموي. احنا طبيعي كده كده الأدب في سمات العصر الأموي، بالمناسبة العصر الأموي يبدأ من عام 41 هجرية إلى عام 132 هجرية، وتعد الدولة الأموية أكبر دولة في تاريخ الإسلام. وبالمناسبة طبعا هي يمكن فترة وسمات مهمة جدا إن في الفترة دي ظهرت أغراض جديدة لم يعرفها الشعر العربي بصورة واضحة من قبل، ويمكن في أغراض جديدة زي الشعر السياسي يا شباب وتناول النزاعات بين الأحزاب التي تعددت في الفترة دي، وكذلك عندي بعض الأنواع اللي ظهرت أيضا اللي هو شعر الغزل. والغزل طبعا نتعرف عليه بنوعيه، الغزل الحضري أو الغزل العفيف والغزل البدوي العفيف، الغزل العضري اللي هو الصريح ويتناول مفاتئ المرأة الحسية، وطبعا ازدهر بسبب شيوع الرخاء والغناء، تمام، وانصراف الشعراء عن كثير من أغراض الشعر الجاهلي لزوال دواعيه. من شعراء بالمناسبة الغزل الحضري عمر ابن أبي ربيعة. أما شباب الغزل البدوي أو العفيف يتناول مفاتن المرأة المعنوية والجوانب الأخلاقية وكذلك الوفاء من شعرائه جميل ابن معمر، تمام، وهو حبيب بثير. نأتي بعد ذلك يا شباب أن يدلل فيما يقرأ على الفكرة الواردة في النص المقروء ثم يميز الخصائص الأسلوبية للمتابع.
دعونا نبدأ بأن نستمع سريعا إلى النص ونبدأ نعرف ما هو النص. طبعا يا شباب، يمكن عندنا هنا شاعر هو أبو الأسود الدؤلي، وهو طبعا يا شباب معروف ملك النحو من سادات التابعين، وخصوصا إن هو شكل المصحف ووضع النقاط على الأحرف. تمام، بمناسبة النص طبعا الشباب زي ما قلت كثر شعر الحكمة عند العربي وعنوا به عناية فائقة، وهذا اللون من الشعر يدل على ذكاء قائله وحسن تفكيره وعمق خبرته. كده نبتدي على بركة الله ونبتدي نستمع يا شباب. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم. فاترك مجارات السفيه فإنها ندم وغب بعد ذاك وخيم. وإذا عتبت على السفيه ولمته في مثل ما تأتي فأنت ظلوم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. ننتقل يا شباب سريعا، النص بينقسم لفكرة تالية. أولا التحذير من مجاراة الحاسد السفيه، ده مهم جدا يا شباب، ويمكن هنبدأ في الفقرة الأولى سريعا كده. أولا يمكن الحاسد أو الحسد، طبعا الحسد المذموم من الرذائل يا شباب، ويمكن عندنا الشاعر في النص بيقرر وجوده، طبعا يقرر وجود الحسد بين كثير من الناس. تمام، فيقول طبعا الشاعر هنا في الأبيات الثلاثة توضيحا سريعا إن هو الناس بدأت تحسد، حسد الحاسدون هذا الفتى الهمام لأنهم لم يفوزوا بمثل ما فاز به، بل إنهم صاروا معادين له ومخاصمين. ثم بعد ذلك بينصحنا الشاعر بترك كل سفيه لا يحسن التصرف في الأمور، لأن المتابعة أو المعاتبة طبعا نهايتها أسف وحزن يؤدي إلى الندم. بينصحنا أخيرا تمام بأن نكون عادلين عاقلين، فلا نعتب على سفيه ولا نلومه. مرادف، وميز مرادف كلمة غب في البيت الثاني، مرادف كلمة غب في البيت الثاني، هل هي العاقبة والنهاية، سيء قليل العقل، أم إيه التحصف؟ أرى كده الإجابات سريعا يا شباب. الغب تمام، طبعا الغب من كل شيء العاقبة والآخرة، وبالمناسبة جمع غب يا شباب أغباب تمام وغبوب، هي عاقبة ونهاية. العلاقة، يمكن أنا شباب في بعض الطلبة طلبوا مني مراجعة العلاقات مرة ثانية، هنراجعها على فكرة بالمناسبة، لكن بعد قليل يعني. علاقة فإنها ندم بما قبلها في البيت الثاني. عندي هنا بيقول البيت الثاني فاترك مجاراة السفيه. أنا قلت يا شباب أول ما تلاقي هنا أمر تمام وتلاقي على طول اساليب الشرط والجواب والكلام ده كله، اذا كما جاوب الطلاب طبعا هي العلاقه، طبعا هي نتيجه، طبعا هي نتيجه شباب تمام. عندي اللون البياني القوم اعداء، زي ما شباب قالوا طبعا القوم اعداء، الكل جاوب طبعا فعل طبعا عاقبه، وطبعا نيجي بعد كده يا شباب اللي هو اخر حاجه القوم اعداء، شبه القوم بانهم اعداء. ننتقل الى شريحه ثانيه، هي نفس الشريحة يا شباب ونفس الأسئلة. يقول الشاعر لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. قلت تاني شباب البيت ونركز، لأن هي دي الأسئلة اللي هتيجي على نفس النمط. البيت الذي يتفق مع قول الشاعر هو البيت الكامل شباب، طبيعي هنا شباب بنقول تاني يا شباب البيت بيقول لكل داء دواء يستطب به تمام إلا الحماقة أعيت من يداويه. وعندي العلاقة أيضا علاقة فأنت ظلوم بما قبلها،
وإذا عتبت أسلوب شرط يا شباب هنا، تمام، وإذا عتبت على السفيه ولمته في مثل ما تأتي فأنت ظلوم. طبعا ده يا شباب اللي هو اللي عندي البيت رقم 3 على طول لكل ده. البيت طبعا هو عندي، نرى الإجابة طبعا هو البيت الثالث يا شباب، هو البيت الثالث، تمام يا شباب. نيجي بعد كده يا شباب عندي في العلاقة طبعا فأنت ظلوم، طبعا هنا زي ما اتكلمنا هي العلاقة طبعا نتيجة لما قبله طبعا، وده جواب شرط. وهنا ظلوم يا شباب بالمناسبة صيغة مبالغة بتفيد كثرة الظلم، بتفيد كثرة الظلم، تمام يا شباب. وارجع يا شباب يمكن في البيت اللي هو او الشريحه اللي قبلها فترك مجاراه السفيه، لانها هنا العلاقه تعليليه بالمناسبه، العلاقه تعليليه. يبقى العلاقه عندي اللي هي في البيت الثاني يا شباب فترك مجاراه السفيه، فانها هنا علاقه تعليل، تمام يا شباب. لكن اذا اعتبت على السفيه ولمته في مثل ما تاتي فانت ظلوم، هنا علاقه نتيجه. يبقى اذا يا شباب معذرة عندي في البيت الثاني اترك مجاراة السفيه فإنها، يعني لأنها، ندم وغب بعد ذاك وخيم، يبقى العلاقة هنا علاقة تعليل، أما البيت الثالث فهي علاقة النتيجة. الفكرة الثانية يا أيها الرجل المعلم غيره، تمام. نبدأ يا شباب كده على طول مرادف كلمة سقيم، تمام، مرادف كلمة سقيم مريض. نرجع بقى ونعود مرة ثانية إلى العلاقة، العلاقة علاقة البيت الثاني بما قبله. البيت الثاني تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. على فكرة بالمناسبة شباب كيما يجوز أن تكون ما كافة، بتكف كي عن نصب الفعل المضارع. إحنا عارفين أدوات نصب الفعل المضارع أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، وطبعا تم إضافة أشياء طبعا للطلبة في الصف الثاني اللي هو لام الجحود وفاء السببية وواو المعية. لكن هنا شباب عندي كي ناصبة دخلت ما، احنا بنقول يجوز ان ما هنا تكون كافة، وكفت كي عن نصب الفعل المضارع، ويجوز ان تكون زائدة. فاذا كي هي نصبت الفعل يصبح يا يصح هنا منصوبة شباب، تمام. العلاقة طبعا علاقة البيت الثاني، تمام، بالبيت الأول يا شباب هي علاقة تفسير وتوضيح بالمناسبة يعني، وهنشرح العلاقات الآن. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. البيت الذي يدل على ذلك هو مين يا شباب؟ والأسئلة يعني بتعتمد طبعا يا شباب على الفهم أكثر يعني. طبعا بتدل على البيت الثالث، وأراك تصلح بالرشاد عقولنا. ننتقل سريعا للعلاقات، والكل طبعا منتظر العلاقات بين الجمل. طبعا يا شباب انا حاولت اتكلم عن العلاقات المهمه جدا، يعني هو في علاقات كثيره، لكن ابتدي طبعا بالعلاقات اللي هي اللي انا هقول العلاقات بين الجمل. ابتدي كده يا شباب مع بعض سريعا. اولا علاقه التعليل، قلت التعليل ان تكون الجمله الثانيه، أن تكون الجملة الثانية سببا وتعليلا في حدوث الجملة الأولى. وهناك بعض الروابط التي تستخدم في علاقة السبب والتعليل. يعني أنا شباب ممكن أعمل السؤال البيت الأول أو الشطرة الأولى، ممكن أعملها بالمناسبة أعملها سؤال بلماذا، والشطرة الثانية أقول بسبب أو بلأن. يعني لو طبقنا كده حضرتك فترك مجاراة السفيه، لماذا تترك مجاراة السفيه؟ هقول لأنها ندم وغب. يعني لو رجعت كده معايا هتلاقي هنا العلاقة تعليلية تاني. أنا بقول لك أمسك الشطرة الأولى، اكتب الكلام ده مهم جدا، الشطرة الأولى، واسأل بسؤال لماذا. سؤال لماذا ده حضرتك أهو، فترك مجاراة السفيه فإنها، فترك مجاراة السفيه، يعني بقول لك لماذا تترك مجاراة السفيه؟ هتقول إيه على طول؟ لأنها ندم وغب. هو ده اللي بتكلم عليه، تمام. فعندي بسبب، بأن، حيث، إن، إذ، إن، بما أن، اللام يعني، وكي، وحتى، ومن أجل أن، وكيما، تمام يا شباب. هو ارفعوا دولتي على العلم والأخلاق فالعلم وحده ليس يجدي. لماذا ترفع الدولة العلم والأخلاق؟ لأن العلم وحده ليس يجدي.
تمام يا شباب. فعلاقة الشطرة الثانية بالشطرة الأولى هي علاقة طبعا تعليل. أرجع كده يا شباب، النتيجة. نتيجة شباب وتطبيقها برضو على النص زي ما خدناه من شوية. النتيجة أن تكون الجملة الثانية نتيجة للجملة الأولى التي تسبقها. غالبا يا شباب غالبا تكون جواب طلب. أنا لما أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا، هو النتيجة بتاعت الصيام أن أنت تكون صحيح، ذاكر تنجح، تمام، ذاكر تنجح، تمام، أو جواب شرط يا شباب أنت ذاكر تنجح. فلاحظ كده هي الجملة والبيت اللي احنا على فكرة بالمناسبة وإذا عتبت أهو. إذا هتقول لي إذا أداة شرط، أه طبعا ما احنا عندنا أدوات شرط يا شباب، أداة شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة. أدوات الشرط الجازمة اللي هي إن ومن وما ومهما ومتى وأينما وحيثما وأين. في أدوات شرط غير جازمة يا شباب اللي هي إذا ولو ولولا وكلما. فهو عندي البيت بيقول وإذا عتبت على السفيه ولمته ولمته في مثل ما تأتي فأنت ظلوم. هنا طبعا ده جواب الشرط فأنت ظلوم، طبعا هنا على طول نتيجة. يبقى أنا كده خدت علاقة التعليل في البيت الثاني فاترك مجاراة السفيه فإنها، وعندي إذا عتبت على السفيه ولمته في مثل فأنت ظلوم، تمام. وعندي هنا شباب أهو إن جلبت ضيف، أهو إن جلبت ضيفا إن شرطية، تمام، ودي فعل الشرط جلبت، ايه اللي هيحصل؟ النتيجه فانت حر، وده جمله اسميه يا شباب، تمام. لذلك اقترن هنا جواب الشرط بالفاء بسبب ان الجمله جمله اسميه. ننتقل لبعض العلاقات اللي تساعدك على حل الاشياء. عندي حتى مهمه جدا يا شباب، ان حتى لو اتى بعدها فعل ماضي، تمام، الفعل الماضي هو حضرتك على طول علاقه نتيجه. يذاكر الطالب حتى نال، خلي بالك هنا علاقة نال التفوق بما قبل، طبعا على طول هنقول علاقة نتيجة. لكن إذا حتى أتى بعدها فعل مضارع إذن العلاقة هي علاقة تعليل. يبقى هنا المثالين يا شباب ركز كويس واكتب الكلام ده، إن يذاكر الطالب حتى نال، وأنا على طول كده أقول علاقة نتيجة لأن حتى أتى بعدها فعل ماض، وكذلك يذاكر الطالب حتى يتفوق، اذا يتفوق حتى يتفوق هنا علاقتها علاقه تعليل. ننتقل الى علاقه الترادف. علاقه الترادف يا شباب الكلمتان بمعنى واحد والهدف هو التوكيد او التوضيح. تمام يا شباب، من سمات العرب الجود، من سمات العربي الجود والكرم. فالجود هو الكرم، مفيش اي مشكله. لما اقول لك مثلا فرحت سرورا، ما هو الفرح هو السرور يا شباب، تمام؟ أعطيني حريتي أطلق يدي، هو إعطاء الحرية هو إطلاق اليدين. علاقة التوضيح والتفسير، وممكن تكون الجملة التوضيحية دي على فكرة للتعريف أو التشبيه، تمام؟ ويعني لما أجي أقول لك عموما في المصطلحات يا شباب، أنا لما أقول لك مثلا المذنب هو من، أنا بوضح مين المذنب، تمام؟ كذلك يا شباب يعني لما أقول لك مثلا البلاغة، ما تعريف البلاغة؟ البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يبقى أنا بعرف هنا شباب، تمام؟ أرجع مرة بسرعة كده سريعاً أدخل في النص، بيقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، ولاحظ هنا قلت تأتي، تمام؟ هنا ده فعل مضارع منصوب يا شباب، تمام؟ ليه هتقول لي دي واو المعية قبلها هنا طلب اللي هو لا تنهى، تمام؟ عار عليك إذا فعلت عظيم، وخلي بالك هنا عار، هنا ده طبعا خبر لمبتدأ محذوف. ابدأ بنفسك فانهاها، أهو فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظت ويقتضى بالعلم منك وينفع التعليم. طبعا عايز جمع كلمة عار، عار. أرجع كده لأولادنا حبايبنا، جمع عار يا شباب، جمع عار هي أعيار. تمام يا شباب؟ يبقى جمع عار عيار، يعني شباب استحاله تبقى عوره واستحاله تبقى عور او عير، ده يعني خلي بالكم يا شباب من الحاجات دي. حدد المحسن البديع، شوف قلت لك المعنوي، المعنوي، ركز في الكلام اللي بقوله ده، تمام؟ يعني ايه معنوي ويعني ايه لفظ؟ المحسن المعنوي اللي هو الطباق والمقابله والتوريه،
والمحسن اللفظ يا شباب اللي هو الجناس والسجع والتصريع والازدواج، كل ده افرق بينهم، وخليني كده افرق بين الحاجات دي، مهمه جدا يعني. المحسن البديع اولا عمره ما يكون تصريع، يعني خلي بالك كده، العب كده لعبه ان انت تستبعد الاجابات اللي هي خاطئه يعني. تمام؟ اولا المحسن البديعي المعنوي تصريع، لا تصريع ياتي في البيت الاول فلا غلط. تعال معايا السجع، اكتب معايا، بيجي في الشعر؟ لا غلط. الازدواج بيجي في الشعر؟ لا غلط. يعني ايه ده؟ طب ما الثلاثه غلط، يبقى اذا الاجابه هي المقابله. حدد البيت الذي يتفق مع قول الشعر، وما عالم لا لا يقتضي بكلامه بموف بميثاق عليه ولا عهد. طبعا هنا البيت الذي يتفق مع قول الشاعر طبعا على طول هو البيت الثالث، فهناك يقبل ما وعظته. تمام يا شباب؟ يبقى اذا الحاجات اللي احنا قلناها دي مهمه جدا، عليك ان تدونها يعني. طبعا التعليق يا شباب مهم جدا يعني. طبعا الغرض الرئيس من النص هو الحكمه، وانا قلت الحكمه طبعا هي خلاصه التجارب تمام، ودي مهمه جدا يا شباب. وطبعا قل فيه الخيال، لانه طبعا اعتمد على الاقناع للاثاره العاطفيه دي. تمام يا شباب؟ دي حاجه مهمه جدا. كذلك ايضا يا شباب عندي نص ينتمي الى العصر الاموي والذي يتسم فيه الشعر، طبعا دي حاجات مهمه جدا يا شباب، وده خاصه طبعا في الادب يعني، بيتسم طبعا بتعدد الاغراض. وقلنا مثل الشعر السياسي الناتج عن الصراعات الحزبية والأحزاب كثرت طبعا في العصر الأموي. وقلنا كذلك برضو أيضا الغزل، الغزل طبعا يا شباب يمكن كلنا عارفين الغزل صريح وعفيف. تمام؟ والصريح طبعا لعمر بن أبي ربيعة، والعفيف لجميل بن معمر وكثير عزة وقيس بن الملوح. وعند النقائد يا شباب مهمة جدا، أو المعارك الأدبية، دي حاجات مهمة لازم حضرتك تبقى عارف وفهمها كويس جدا. أيضا خصوبة المعنى، يتناولوا بعض معاني الجاهليين في الفخر والهجاء، والتقيد بنظام القصيدة، ركز جدا على نظام القصيدة الجاهلية. وطبعا في ظهور طائفة من شعراء الحجاز للغزل بتأتي بقصائد كاملة. عندي طبعا كذلك يا شباب الصور، عندي حسية وجزئية. طبعا الصور الجزئية طبعا يا شباب ما لا تقلق، هو اللون البين على فكرة بالمناسبة، اللي هو تشبيه استعارة كناية مجاز. والألفاظ واضحة طبعا متأثرة بالقرآن الكريم، وضوح الموسيقى في وحدة الوزن. طبعا في بعض الطلبة هيقول لك هي الموسيقى، ممكن يجي يقول لي الموسيقى نوعان ولا نوع واحد؟ أقول له طبعا الموسيقى نوعان. تمام؟ في موسيقى خارجية وفي موسيقى داخلية خفية. يعني نوه يا شباب أهو، اهتم أولا عند الموسيقى خارجية ظاهرة في الوزن والقافية وحسن تقسيم الشعر للجمل. الموسيقى الداخلية والخفية بنلمح الأثر في حسن انتقاء الألفاظ وجودة الصياغة وروعة المعاني والصور. من أقوى يا شباب بالمناسبة يعني؟ هل الموسيقى الخارجية أقوى من الداخلية؟ طبعا الداخلية، لأنها تنبع من حسن انتقاء الألفاظ وجودة الصياغة وروعة المعاني والصور. ده طبعا يا شباب الموسيقى تنويه يعني. من أسباب انتشار طبعا شعر الحكمة عند العرب ذكائهم وحسن التفكير والخبرة. سمات اسلوب الشاعر مهم جدا، اللي هو تاثر بالقران الكريم خاصه في البيتين السادس والثامن بالاقتباس من قوله تعالى: تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، وقوله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وضوح الاسلوب وسهوله اللفظ وترابط الفكر. تمام يا شباب؟ ناتي للنص المتحرر طبعا. عندي جرير، طبعا يمكن شعر جرير وكان اشهر حاجه عندنا في العصر الأموي النقائد اللي هو جرير والفرزدق. عندي هنا شباب سريعا كده الإجابات: ويعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشدادة، وقد أمنت وحشتهم برفق، ويعي الناس وحشك أن تصادى، وتبني المجد يا عمر وابن ليلى، وتكفي الممحل السنة الجمالة، وتدعو الله مجتهدا ليرضى، وتذكر في رعيتك المعاد. مرادف كلمة يعي، أرجع كده لحبايبي سريعا. طبعا هو يعجز، والصورة الخيالية تبني المجد. طبعا انا لما اكلم واحد اقول له تعالى نبني المجد، ينفع نبني المجد؟ هتقول لي لا طبعا. فالمجد طبعا هو على طول استعاره مكنيه، سواء مجد ببناء يبنى. اعود سريعا طبعا. المحسن البديعي في البيت الثاني، طبعا البيت الثاني وحشتهم وحشك. تمام؟ وحشتهم وحشك، بصوا وحشتهم وحشك. تمام؟ ده على طول يا شباب اللي هو جناس. تمام؟ ما فيهوش اي مشكله. النداء في البيت الثالث، تمام،
يا عمر بن ليلى، يا عمر بن ليلى، ده ايه يا شباب هنا؟ طبعا هو على طول غرضه التعظيم، اهو العلاقة. انا عايز بقى اجابة الشباب، العلاقة هنا ليرضى. الاجابة عندي طبعا تعليل، انا قلت اسأل لماذا تدعو الله، مش لماذا تدعو الله، ليرضى. ما انا قلت لك اسأل بلماذا، لا سألت بلماذا خلاص الموضوع انتهى، يعني ما فيهوش اي مشكلة، تمام. من شعر الفرزدق بقى، يرد به على جرير. اول ما اقول الفرزدق يرد على جرير، جرير يرد على الفرزدق، اعرف على طول ان ده ايه، ده على طول اسمه شعر النقائد. النقائد قصائد امتزج فيها الفخر بالهجاء، الاثنين كل واحد بيفخر، تمام. طيب انا عندي نوع التشبيه، فانك كاهل، فهو فانك كاهل النار، فانك كاهل النار. خلاص بقى شباب يلا ننتقل للنص اللي بعده، على طول تشبيه تمثيل يا شباب، تمام. فانك من هجاء بني نمير كاهل النار اذا وجدوا العذاب. طيب العلاقه، فما اثرى ابوك وما اطاب بما قبله في البيت الاخير، تمام. العلاقه هنا يا شباب نتيجه، ليه انت لسه قايل لنا ان اداه شرط، وهتقول لي ان عرفتها ازاي؟ ما تكن، هو هنا بيقول تكن، تكن، تمام. هنا فعل مضارع مجزوم بالسكون، تكن، وتحذف النون اللي هي نون مين، نون تكون، تمام. طيب عايز دلاله استخدام كلمه انا، وانت عارفين لما واحد يستخدم يقول لك انا انا انا، تمام. انا تستخدم لايه، تستخدم ليه يا شباب؟ طبعا بتستخدم، طبعا معروف لمين؟ للفخر، تمام. انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. تندرج الابيات السابقه، انا لسه مجاوب على فكره بالمناسبه، هل هي مدح ام رثاء ام فخر ام نقد؟ بعض الطلبه يقول لك انا مش عارف يعني ايه رثاء. رثاء ذكر محاسن الموتى، والرثاء على فكره بالمناسبه يعني له انواع، عندي رثاء بالمناسبه رثاء شخصي او ذاتي، وطبعا لو حد قريبك مثلا، رثاء عندي قبلي لما يكون شيخ القبيله يموت، رثاء قومي شخصيه قوميه مثلا بتموت، والفخر طبيعي معروف. طبعا انا قلت طبعا الابيات السابقه تحت شعر النقائد، وانا قلت ايه معنى النقائد؟ قصائد امتزج او اختلط فيها الفخر بالهجاء. عموما بشكرك يا شباب، وعودة سريعة، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك. كان معكم دكتور حسام البدري، فريق منصة البث المباشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.